بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عزيزات المشاهدات، أعزائي المشاهدين، يطيب للقيا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقفات. وقفة اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم مع بعض صور قهر اليتيم، ومع قصة سيدنا عمر بن الخطاب مع مال وارث اليتامى، ومع بعض الأمور اللي درناها نكون مجاورين النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإحساننا إلى هذا اليتيم. فمن الأمور اللي كنقهروا فيها اليتيم هو أننا نصرفوا المال ديالو في العزاء والبدخ. بعض المرات ملي كيموت الأب ديالو أو الأم ديالو مكيترك شي مال، فهداك المال كيعشو به هداك السيد أو لا كيكبدرو في العزاء ديالو، سواء يكون وصى بالأمر أو لم يوصي به. وفي هذا تبذير لمال اليتيم. حتى كان هذا السيد كاع إلا وصى وقال لك الله يجزيكم بخير دير لي واحد المأتم أو لا واحد العزاء معين، فإن هذه الوصية إذا كانت غتستهلك مال اليتيم فهذه وصية جائرة كما اعتبر بعض العلماء الأمر. كذلك إلا كاع كان عنده المال كثير فخاصة ما تفوتش حدود الثلث، بمعنى أن الوصية اللي كتستهلك مال اليتيم هي غير جائزة شرعا ما دامت ليست لا دينا ولا أمرا يستحق أن يضيع فيه مال اليتيم. لذلك إذا كانوا المال اليتامى خلاهم الأب ديالهم ما عندهمش المال، حنا اللي خاصنا نعطوهم ماشي ناكلوا لهم المال ديالهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حضر واحد السيد كيتوفى، يعني كتخرج منه الروح يحتضر، فبقى حدا توفى. مجرد توفى داك السيد ناض سيدنا عمر بن الخطاب فأطفأ نور السراج، يعني داك الزيت اللي شاعلين به العافية طفاه. فقالوا الناس اللي دايرين به الخليفة عمر بن الخطاب علاش طفيتي الضوء؟ يلاه كان شاعل. فقال لهم ملي كان السيد باقي حي كان ديالو وكنا قاعدين في الضوء ديالو هو اللي ملكه، اما دابا السيد توفى هاد المال ديال هاد الزيت هذا اللي شاعل حنا به الضوء راه ديال هاد الوليدات اليتامى وما عندناش الحق اننا نستهلكوه. شوف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيفاش كان كيحرص على مال المسلمين وكيخاف الله تعالى فيه، فما أدراك في خوفه من مال اليتامى. احذروا دعوة اليتيم فإنه مظلوم وأضيف على ظلمه يتمه. هو مظلوم ودعوة المظلوم لا تورد، فما أدراك أنه يكون مظلوم ويتيم. اليتيم حظه من الأبوة صفر، وهذا كان قدره، ولكن القدر اللي لنا أنه ابتلاء، ابتلاء ليس فقط لنا وإنما اليتيم ولنا أيضا. اليتيم كيبتلي الله سبحانه وتعالى في صبره، وإحنا كيبتلينا في التعامل معه. وأحسن منهج للتعامل والإحسان إلى اليتيم هو قول الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا هو أحسن منهج للتعامل مع اليتيم. فيما آتاك الله، الله سبحانه وتعالى أعطاك بزاف ديال النعم، علاش غادي تخسرها غير في الدنيا فقط وتستهلكها في الدنيا؟ بإمكانك أنك تحرط وتزرع في الدنيا وتحصد في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أعطاك من النعم اللي بقيت تحسب فيها ما غتقاداش، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أعطاك الله تعالى الصحة، انفق منها على هاد اليتيم. أعطاك الله المال، انفق منه على اليتيم. أعطاك الله تعالى الجهد، انفق منه على اليتيم. فاليتيم ماشي غير الكفالة ديالو من الصغور ديالو حتى الكبار ديالو، هذيك الكفالة اللي جاورك النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما غير كلمة زوينة، ربما غير حنان عليه مرة يوصلك لهذا المقام في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عاونوا بجهدك اللي قدرت عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تقدر تعاونوا غير مرة واحدة في عمرك ويكون فيها كل خير. ربما إذا تجنبتي غير صور ظلم وقهر اليتيم يكرمك الله سبحانه وتعالى بها. فيمكن أن ينال هذه الدرجة ويستحقها كل واحد من المؤمنين، كيطعم هذا الفقير هذا اليتيم ويسقيه ويكسوه ويحن عليه ويشير عليه. هكذا نكون انتقلنا من أب واحد إلى مجموعة آباء لهذا اليتيم. فأنت حين تعطف على اليتيم يحس أن أباه لم يغيب عنه وأنه ما توفاش حقيقة. لماذا؟ لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمنين، لا يشب بعدها على الحسد لأولاد آباؤهم أحياء ولا يحقد عليهم. فأنت مني كتحسن الوليدات كتهلا فيهم هو كتجري عليه أو لك تقول لي كلام فاحش، فإنه يشب بمعنى كيكبر وهو يحقد على هذه الوليدات هذو، لأنك حرمته مما أعطيتهم. فلا يتأبى على القدر ولا يسخط عليه،
لماذا؟ لأنه وجد السند فيك ووجد الأسوة الحسنة فيك، فلا يتسخط على القدر. ما كيقولش ماني غير أنا اللي فقدت الأبوين ديالي. فبإحساننا وبحسن تعاملنا مع اليتامى نكون قد أنقذناهم من القهر وأنقذناهم من التسخط على القدر ومن حسد الناس، وسلكنا بهم إلى بر الأمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.